بنكمل هنا مع بعض في صفحة 90 Muscle Terminology. هناخد بعض المصطلحات للعضلات. هنعرف بس Urgent يعني ايه, Insertion, Action, Innervation. ال Urgent ده المنشأ بتاع العضل. كل عضلة طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة ليها بداية وليها نهاية. ال Urgent ده بيكون المنشأ بتاع العضل, اما ال Insertion ده الاندغام النهاية بتاعة العضلة. طبعا الاكشن هو الموفمنت او بمعنى اصح الحركة اللي المفروض انت تعملها. انيرفيشن العصب المغذي او العمود اسمه الماسلز العضلة. اورجين انسيرشن اكشن انيرفيشن. احنا ليه بندرس الكلام ده كله؟ ببساطة جدا عشان لما تيجي تتمرن او تمرن اي حد تبقى عارف ايه العضلة المسؤولة عن الحركة ديت, منشأها فين, اندغامها فين, هيقدر تقويها هي ازاي, وده بيخليك مدرب متميز جدا جدا جدا. كلما تعمقت في موضوع الاناتومي كلما تكون قادر جدا في عملية بناء العضلات بشكل سليم. اول حاجة عندنا عضلة الترابزيوس. الترابزيوس زي ما هو واضح قدامي كده على الشاشة بتتقسم لي upper و middle و lower, كل منهم ليهم منشأ واندغام هنشوفه مع بعض. هنا المنشأ بتاعها زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة من الربع الأخير من السكول واتاشت الانسيرشن بتاعها في الكلافيكال اللاترال هيد مع الأكرومي. الأكشن بتاعها أو الحركة زي ما هو واضح كده سكابولا إليفيشن أو المسؤول عن عملية إليفيشن وإكستنشن أوف ذا هيد بالشكل اللي هو واضح دوت. بالنسبة للانيرفيشن بتاخد الغذاء العصبي بتاعها نيرف من C3 وC4, ودول فقرات العنقية زي ما احنا شايفينهم هم اللي بيغذوا الترابيزيوس لو في اي مشاكل لو انت عندك فحص طبي او حاجة. الميديو ترابز زي ما هو واضح كده بيكون الاورجن بتاعها هيكون من T1 وT3 زي ما هو واضح كده, والتاش بتاعها اللي هو الانسيرشن بيكون في الاكروميوم نفس الكلام ميديال بوردر واخد من بوردر اوف السكابولا كده بالظبط بالشكل زي ما احنا شايفين على الشاشه. الاكشن بتاعها برضو بيكون اليفيجن وابورد روتيشن اند ادكشن اوف سكابولا زي ما هو واضح قدامكم كده على الشاشه. بالنسبة للانيرفيشن بتاخد الغذاء العصبي بتاعها من النيرف اللي طالع من C3 وC4. بالنسبة لللور ترابس بيكون الارجن بتاعها بيبتدي من T6 لT12 زي ما هو واضح كده قدامنا على الشاشة, وبيكون الانسيرشن بتاعها من التيوبيكال زي ما هو واضح كده سكابولار سباين على شكل تريانجل شكل مثلث كده. طبعا الاكشن بتاعها او الاداء بتاعها عشان تعمل اكتيفيت للعضلة دي لازم يكون في ديبريشن زي ما هو واضح كده او ادكشن وابورد روتيشن للسكابولا بالشكل اللي احنا شايفين. بالنسبة للانيرفيشن 3 وسي 4 العصب المغذي بتاعها, وده كان بالنسبة للتر. تقدر تقول باختصار كده ان كل العصب المغذي جاي من C3 لC4 سواء upper سواء lower سواء middle عشان ما تتوهش نفسك خالص.